بخصوص أهداف التجمع والانتقال بسوريا من حالة اختطاف الدولة والمجتمع والسياسي وإلى حالة طبيعية، دولة مؤسسات ودولة قانون ودولة مواطن. لا يختلف أبدا هدف التجمع العمل الوطني في الساحل السوري عن أهداف كل الشعب السوري التواق للانعتاق، للإنقاذ من الواقع الحرمان والقهر والدم والاقتتال الذي يوجد فيه كل شعبنا السوري. يعني هدف إنقاذ الشعب السوري مما هو فيه هو أول هدف وأهم هدف، وبالتالي نحن جزء من أحرار سوريا الباحثين عن دولة مواطنة، دولة الحق والعدل والخير والحرية. هلا بخصوص أهداف التجمع، بداية هي أهداف الثورة السورية اللي قامت على أساسها الثورة السورية، واللي هي استعادة القرار السياسي، استعادة القرار الوطني، وإنهاء آليات الحكم السابقة اللي مثلت عائلة الأسد يعني. وبالتالي هو الانتقال بسوريا من حالة اختطاف الدولة والمجتمع والسياسي وإلى حالة الطبيعية، دولة مؤسسات ودولة قانون ودولة مواطن. يعني استعادة سوريا التي يجب أن يعني تكون فعلا هي حلم السوريين. وبالتالي أهدافه تتقاطع مع كل أهداف القوى السياسية الوطنية السورية ومع أهداف أن بقى كل المواطنين السوريين. نتمتع ونفرح كثيرا لتأييد عدد كبير جدا من أهلنا في الساحل السوري، وعندما أتكلم عن الساحل السوري أرجو أن يكون مفهوما بأننا لا نعني الطائفة بعينها أو شريحة بعينها، بل نعني كل أهلنا في الساحل وفي عموم سوريا، ولكن بالتحديد الساحل السوري هنا انتخب من قبلنا كحالة جهوية من أجل الرد على محاولات النظام دائما لأسر أهلنا في الساحل ولوضعهم في خانة تاريخية خطيرة للغاية. أنا يعني شبه متيقن، خليني أقول إنه نسبة ساحقة من المواطنين السوريين الموجودين بالساحل السوري هن بتخاطعوا مع أهداف هذا التجمع. يعني كلهم بدهم دولة مواطنة، بدهم دولة حرية، بدهم دولة كرامة، بدهم يشيلوا هن. صار بيفهموا جيدا من هذا الجهه اللي عم تحكم سوريا، من هي العصابه اللي عم تحكم سوريا. وبالتالي اذا حكي مو بس مطلب القوى السياسيين، صارت مطلب اي سوري بيحلم بسوريا كما يجب ان تكون عليها اي دوله بالعالم. بدنا ناخذ بعين الاعتبار شغله مهمه، انه حجم القمع بالساحل حجم هو حقيقه بالفترات من سنتين للحل ضعف اضعاف مضاعفه. كان النظام مدرك انه هي الورقه الاخيره له، وبالتالي هو عم يحاول يتمسك فيها وعم يحاول يبين انه هو يعني مستحوذ عليها بالكامل، لكن الحقيقة هي غير ذلك أبدا. البرنامج هو أن الآن نحن أصبحنا وثيقة مناطق خمسة، بعد أن كانت وثيقة المناطق الثلاثة أصبحنا خمسة مناطق، ونحن نفتح الباب مع إخوتنا الآخرين لكي تصبح ستة وسبعة وثمانية إلى آخره، حتى يكتمل العدد الوطني السوري لاستكمال الهوية الوطنية السورية الجامعة للجميع. وبالتالي هذا هو الهدف، الهدف هو أن ينضم جميع السوريين إلى الوثيقة التي بدأت من القرية، بلدة الكبير العظيم سلطان باشا الأطرش، وأيضا مع الإخوة الكرام الآخرين الذين وقعوا وثيقة المناطق الثلاثة. تم التنسيق، بالتأكيد تم التنسيق معهم، والاتصال تم مع لجنة تنسيق المناطق الثلاث، والآن أصبحت خمس مناطق. يعني بعد انضمام الساحل والجولان للتجمع المناطق صارت خمس مناطق، وبالتالي أكيد رح يكون دائما في لجنة التنسيق عم تنسق هذا العمل.
على مستوى المناطق الخمس.